أهلا بكم. بعد إعلان النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا التي تصدرها حزب التجمع الوطني اليميني وحلفائه، تجمع آلاف المناهضين لليمين المتطرف في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس رافعين شعارات معادية لحزب التجمع الوطني. وفي مدينة ليون تصاعد مستوى العنف في الشوارع، حيث قام محتجون بتخريب المتاجر وحرق صناديق القمامة، في حين أفادت الشرطة الفرنسية أن المسيرات بالعاصمة عرفت مشاركة أكثر من 8000 شخص من المناهضين لليمين المتطرف. وشارك أيضا في الاحتجاج سياسيون يساريون بارزون، كما جرت مسيرات احتجاجية في نانت وديجون وليل ومارسيليا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة بعد الإعلان عن النتائج دعا في تصريح مكتوب وزع على وسائل الإعلام إلى تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لمواجهة اليمين المتطرف بعد تصدره نتائج الدورة الأولى. رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال من جانبه حث الناخبين على عدم إعطاء اليمين المتطرف ولو صوتا واحدا في الجولة الثانية من الانتخابات العامة. زوايا مختلفة حول الانتخابات التشريعية الفرنسية نطرحها للنقاش بعد الفاصل. حول الموضوع معي الدكتور فرانسوا دوروش، رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود الدولية من باريس. أهلا وسهلا بك دكتور. السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. معذرة، لغتي العربية ليست بهذه الجودة، ولكن سأحاول بقدر المستطاع أن أكون واضحا. شكرا، أهلا وسهلا بك. ومعي أيضا الدكتور حامد الصراف، أكاديمي ومحلل سياسي من أمستردام. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. تحياتي لك ولضيفك الكريم ولجمهور المتابعين الأعزاء. أهلا، أبدأ معك النقاش دكتور فرانسوا. رفض الشارع الفرنسي بدأ واضحا بعد خروجه في عديد المدن الفرنسية في مظاهرات حاشدة رافضة لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي تصدر فيها طبعا اليمين المتطرف. ما هي قراءتكم للمشهد؟ أول شيء أستطيع أن أقول للسيد ماكرون وللسياسيين الفرنسيين، يداكم أوكتا وفوكم نفخ. ماذا هو سبب صعود اليمين المتطرف؟ هو مشاكل الهجرة، المشاكل المادية، مشاكل التقاعد. فرنسا أصبحت بلد مفلس، لا يوجد عندها نقود. وبما أن نستطيع أن نقول هذا، اليمين المتطرف يقول للفرنسيين فرنسا أفلست، ولا يستطيع، لن الصديق جاركم العربي أو جاركم الأفريقي هو الذي يأخذ النقود، ولهذا السبب أفلست فرنسا. طبعا هذا خطأ تام. هنا في فرنسا نستطيع أن نتكلم عن صعود اليمين المتطرف في المعارضة، ولكن أريد أن أتكلم عن صعود اليمين المتطرف في الحكومة الفرنسية. عندما نرى قرارات قوانين التي اتخذها السيد دارمانا في فرنسا ضد المهاجرين، ضد الأجانب، ضد العرب، ضد الإسلام، نستطيع أن نقول هو أكثر تطرفا من السيدة لوبان. والسيد كذلك ماكرون يتلاعب هكذا بهذا الشكل. هذا طبعا ليس لائق لرئيس جمهورية مثل الرؤساء التي عرفتهم فرنسا، جاك تشيراك، السيد ميتيرون، شار دوغول، بومبيدو، فاليري جيسكار ديستان. كل هؤلاء الرؤساء كان عندهم نوع من الوعي السياسي. منذ قدوم السيد ساركوزي إلى الحكومة هنا في فرنسا، السيد ساركوزي وبعد ذلك السيد يمينا ويسارا، كذلك السيد هولاند وبعد ذلك السيد ماكرون، كان هناك نوع من الشعبوية السياسية. نقول أن هو المسؤول
هو هم هؤلاء المسلمين، هؤلاء العرب. وهناك شيء ثاني، شيء كذلك، لماذا يتقدم اليمين المتطرف؟ لأنه حتى الآن هو كالعذراء، لم يحكم البلاد بعد. فمن سذاجة هؤلاء الذين انتخبوه يظنون أنه سيصدق وسيصدق في كلامه، هو يقول أنا سأطرد المسلمين العرب الأجانب الأفارقة إلى بلادهم. طبعا هذا لا يستطيع أن يفعله. نحن عندنا في فرنسا دستور قوي جدا، ولا تستطيع أي لا يستطيع أي دول أي حكومة فرنسية يمينا أو يسارا أن تأخذ هذا أن تلعب بهذا الدستور الذي يحمي كل مواطن فرنسي من أصل أجنبي. ولهذا السبب علينا أن على هؤلاء المهاجرين أن يطمئنوا البال، لأن نحن وراءهم هناك جنود محامين للدفاع عنهم وعن دستورنا الفرنسي، عن الحرية، عن العدالة، عن الأخوة. وأنا أظن أن جاك شيراك وميتيرون وجارت الجول هم يعني يتقلبون في قبورهم من هذا المشهد اليئيس الذي تشهده طيب. فرنسا الآن. طيب دعنا نأخذ رأي الدكتور السراف في هذه النقطة. كيف تفسرون فوز اليمين المتطرف في هذه الجولة من الانتخابات التشريعية مع خروج الآلاف من الفرنسيين ضد حزب التجمع الوطني؟ شكرا جزيلا مرة ثانية على الاستضافة الكريمة. الحقيقة هناك عوامل كثيرة داخلية، منها داخلية فرنسية وقارية ودولية، اللي جعلت الآن اليمين المتطرف يصعد إلى يعني الفوز في، خصوصا هي النتيجة هذه لم تكن الأولى، وإنما كانت أيضا في انتخابات البرلمان الأوروبي أيضا اليمين المتطرف فاز في عدد أكبر من المقاعد، وهذا أيضا مؤشر على أن هناك سوابق أيضا لدى بعض الدول الأوروبية، يعني كإيطاليا كهولندا أيضا اليمين المتطرف الآن مع وسط اليمين أيضا فاز، وهناك صعوبات بتشكيل حكومة. العوامل الحقيقة الداخلية كثيرة، منها طبقية، منها هناك صراع طبقي حقيقي، لأن هناك فقر، وهناك يعني هناك الحقيقة استفتاءات أنا سمعت إليها جيدا بالأمس واليوم، عوائل فرنسية تشكو من الفقر، هناك غنى فاحش، وهناك أيضا حافة الفقر وصل إلى المجتمع الفرنسي مع التناقض الثقافي، الصراع، وجود الجاليات، وجود الـ يعني من أصول أفريقية وعربية وإسلامية. اليمين الحقيقة استغل قضية الجنسية والهجرة وغيرها واللجوء، لكن الأكثر منه هو ما حدث بقضية الصراع في أوروبا وتبعية الفرنسيين لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وهذا أيضا شعار مهم جدا الآن، لأنه ابتداء من ساركوزي بدأ الآن العودة إلى حلف الناتو والمظلة الأمريكية، وهذه لا تليق بالاعتداد بالنفس لدى الفرنسيين بأن هناك استقلالية، هناك يعني احترام للانتماء القومي، هناك تعصب أحيانا، تعصب لهذا الانتماء الوطني الشعبوي. لذلك العوامل الداخلية أضيفت إليها العوامل الإقليمية والدولية، وأنا أؤكد التطرف اللي نهجه السيد ماكرون الحقيقة في قضية دعم أوكرانيا وحلف الناتو والتصدي لروسيا أثر تأثير كبير أيضا حتى على العلاقة الاقتصادية مع الممول الأساس للغاز الروسي، لذلك أثرت ليس على فرنسا، أثرت على فرنسا وألمانيا وبعض الدول التي الحقيقة كانت تتمتع برخص الثمن بمصادر الطاقة كالغاز والبترول وغيرها. الحقيقة هذه العوامل لم ينتبه إليها يعني لا ماكرون ولا حتى اليمين الآن الحقيقة يركز على هذا الجانب. الجانب الاقتصادي أيضا له دور مهم، الإضرابات العمالية في قضية يعني تغيير سن التقاعد، هذه أيضا
لها تأثير واضح. هناك كانت ملايين خرجت إلى الشوارع في عدد كبير من المدن الفرنسية، هذا أيضا تأثير. لذلك الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا لم تكن ولدت اليوم والأمس، وإنما يعني كانت لها تراكمات جذورها، تراكمات. وهذه التراكمات زائد أنا أقول شيء مهم جدا إذا سمحت أستاذ أحمد، الانحسار النفوذ الفرنسي في أفريقيا. نحن الآن نشهد يعني عام على طرد القوات الفرنسية من النيجر وبوركينا فاسو ومالي. الآن يعني أيضا مصادر الطاقة، مصادر اليورانيوم، احنا شفنا ان هناك منافسه بين النفوذ الصيني والنفوذ الروسي مع النفوذ الاوروبي الغربي، وخصوصا فرنسا هي الخاسر الاكبر. التعامل مع الجزائر، هذه العنجهيه والغطرسه التي ما زالت في نفوس بعض القاده الفرنسيين، وانا اقولها بمنتهى الصراحه، لماذا هذا التعالي؟ يجب عليهم الاعتراف بان هناك جرائم ارتكبت بحق المستعمرات القديمه، وخصوصا في الجزائر البطله التي قدمت ملايين من الشهداء. لذلك أنا أقول هذه التراكمات الحقيقة لها تأثير كبير على، ليس فقط على موازين القوة في داخل فرنسا، وإنما حتى على نفسية المواطن الفرنسي أو من يعيشون الآن في فرنسا من الجاليات العربية وهي كبيرة. نعم. والإسلامية. طيب. الأفريقية وغيرها. طيب. نعم. نريد المزيد من التفاصيل مع الدكتور فرانسوا دوروش. كيف نجح اليمين المتطرف في تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية؟ المزيد من التفاصيل في هذه النقطة. اليمين المتطرف نجح أولا لأن هناك يعني أعطي هنا الإعلام الفرنسي عند هنا رؤساء أموال عندهم قنوات تلفزيون وراديو. هناك عندنا الراديو والتلفزيون الوطني الفرنسي، ولكن الذي يسمع أكثر والذي ناجح هو مثلا سينيوز بي اف ام تي في، وهذه مع رؤوس أموال خاصة. وهؤلاء الناس الذين عندهم بولوغي، السيد بولوغي نعرفه تماما، هو الذي استغل أفريقيا والذي بنى ثراءه وغناه على فقر أفريقيا. وعلى ومن الصباح حتى المساء عندنا قنوات هنا في فرنسا يعني تشتم المسلمين من الصباح حتى المساء، تشتم العرب من الصباح حتى المساء، تضحك على هؤلاء الناس الفقراء، تضحك هؤلاء. المشكلة كذلك وعلينا أن نلاحظها تماما، حتى سنة التسعينات كان هناك مثقفين يهود يدافعون عن العرب، لا يدافعون عن العرب لأنهم يعني مضطهدين، كانوا يدافعون عن العرب لحماية أنفسهم ولحماية هذه الأنتسيميتيسم. ولكن منذ 20 عاما بدأ الأمر يتغير، أصبحت مثلا برنار أونغي ليفي، مثلا يجب أن نقول الأسماء، مثلا عندنا إنسان مثلا فينكل كروت، عندنا ناس مثل سيغيل أنونا، يعني صحفيين فرنسيين يتكلمون يشتمون هؤلاء الناس. لماذا يشتمون الإسلام؟ وحتى تصوروا أن هناك يهود الذين طاردوا النازيين الآن هم يصوتون لليمين المتطرف. لماذا؟ عدوي هو صديقي. نعم، وصلت الفكرة. هؤلاء الناس. نعم. هم أعداء للإسلام وللعرب. نعم. فهم أصدقائي. طيب، وصلت الفكرة. ينضم إلينا الآن من بيروت الدكتور علي يحيى، صحفي ومستشار في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور. يا طبعا تحياتي لكم، تحياتي للضيوف، وتحياتي طبعا للمشاهدين. أنا بشكركم مجددا على هذه الاستضافة. طيب دكتور، كيف تعلقون على نتائج الانتخابات التشريعية والتي أظهرت تقدم اليمين المتطرف في فرنسا في الجولة الأولى؟ يعني أنا كنت متوقع هذه النتائج. ناهيكم طبعا عن أنه اليمين بفرنسا وتحديدا تجمع الوطن اشتغل على حاله وقد ناضل بين هلالين حتى وصل
إلى نيل نسبة الأصوات التي نالها اليوم. من 1971 تأسس التجمع الوطني، كان الاختراق البرلماني الأول له ب 86 على ما أعتقد، واليوم حقق ما لم يستطع تحقيقه خلال أكثر من 4 عقود حتى اليوم. طبعا يعني أنا ما بدي أحط الحالة اليمينية بفرنسا وكأنها حالة منعزلة عن الحالات اللي تصاعد فيها اليمين بالعالم لأسباب عديدة، منها أسباب اقتصادية، وبالحالة الفرنسية أسباب اقتصادية تقنية تتعلق بتراجع التميز الصناعي والتقني الفرنسي، وهيدا أثر طبعا على التبادل التجاري الفرنسي، وأيضا تراجع اقتصادي، وأيضا أسباب تتعلق بالنزاعات التي تندلع، وحين تندلع النزاعات ترتد الشعوب إلى هوياتها الفرعية بدل الهوية الكبرى. ناهيكم طبعا عن وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في هذه النزاعات، وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك وتويتر يلي كانت المنبر المفضل لكل زعماء اليمين بالعالم. طبعا أيضا لا شك ولا بد من الإشارة أيضا أنه جزء من أسباب هذا التصاعد تتعلق بالتخوف الثقافي وتزايد أعداد العرب والمسلمين، وإن كان هذا منه السبب الوحيد إلا أنه هذا السبب يمكن انحط بالواجهة هروبا من واقع حال وجود مشاكل لا يمكن معالجتها جذريا. طبعا يعني اليمين نحن عم نشوفه من الهند إلى أمريكا اللاتينية وأيضا أوروبا، حتى بتل أبيب عم تحكم اليوم حكومة يمينية، ولكن كمان نحن حتى ما نشيطن اليمين إلى أقصى درجة، يعني كان في محاولات للتخوف أو كان في تخوف من وصول اليمين الإيطالي وهو مقدم لنهج موسوليني، ومحاولة لإطلاق شرارة الحرب العالمية الثالثة. طبعا هذا تبين أنه غير دقيق، يعني يمكن نحن يعني كثير من شعوبنا العربية والإسلامية تلتقي مع اليمين على منظومة القيم والمبادئ ونظرته إلى العائلة على سبيل المثال. يمكن أنت بتختلف مع اليمين بنشرة تانية لكن بتتفق معه بنظرته إلى العائلة. نعم. وطبعا هيدي أحد أسباب طبعا يعني انتخاب جزء من الفرنسيين أيضا لليمين، هو أنهم هن عم بيحاولوا يحافظوا على منظومة القيم والمبادئ والعائلة بشكل أساسي. طيب واصل، هل في سؤال، هل نعم تصويت الفرنسيين لليمين يعني تنامي اليمين فكريا وأيديولوجيا؟ لا، لأنه جزء من من صوتوا هن منهم من اليمين، هن صوتوا على قاعدة أنه خلينا نجرب اليمين، جربنا اليسار، جربنا الجمهوريين، خلينا نجرب اليمين. ويعني عادة اليمين وحتى لو كانت شعارات بعض المحسوبين عليه عالية السقف، لكن لما يفوتوا على الحكم ولما يفوتوا على السلطة لا شك سيتم تهذيب هذا الخطاب، لأنه حيفوتوا على الأمر الواقع، وفقه المعارضة بيختلف طبعا عن فقه السلطة، وبالتالي حيكون خطاب أكثر يعني تكيفا مع الواقع الفرنسي، ومش حيخاطروا بطبيعة الحال بأنه يروحوا باتجاه تفجير حرب أهلية. طبعا في كتير تضخيم حول هذا الموضوع. طيب وصل معك دكتور علي يحيى في هذه النقطة بالذات، ما هي دلالات صعود اليمين المتطرف في هذه الانتخابات؟ دكتور علي يعني يحيى. نعم نعم، مثل ما حكينا انه ال 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 يعني اليمين اشتغل على حاله من السبعينات لحتى اليوم، يمكن هي المره الاولى من ايام حكومه فيشي بيجي اليمين بيحكم فرنسا، او بعده ما حكم لحد هلا، انما حقق لا شك نجاح لافت وحقق اختراقات مجتمعيه بخطابه يلي خاطب فيه الفرنسيين، بخطاب جزء منه هذا الخطاب استخدم آليات وأدوات يسارية. يعني اليمين كان عم بيخاطب وعم بيوعد بإصلاح اجتماعي وإصلاح المعاشات، ومحاولة يعني
اللعب على وتر البروليتاريا، مع انه اليسار مفترض يكون هيدا هو خطابه. يمكن كمان هو تقدم اليمين له علاقه ايضا بتراجع اليسار، يعني يسار الستينات والسبعينات هو غير يسار اليوم. اليساري بالستينات والسبعينات لما كان الخطاب الاموي هو خطابه، لما كان الخطاب العمالي هو اولوياته، لما كان اليساري هو الكائن او الشخص او المفكر المتمرد على الواقع القائم، بينما كان اليمين بهداك الوقت هو الشخص البليد التقليدي المتقوقع المنعزل. اليوم اختلفت الآية، اليميني بلش يحاول يخاطب جيل الشباب، بلش يحاول يستخدم التواصل الاجتماعي، بلش يحاول يستخدم مصطلحات وأدوات وآليات يسارية، وتحول اليساري بجزء كبير من أوروبا إلى الشخص البيروقراطي، وجزء من أولوياته انحرفت فأصبح يسار. واضحة واضحة الفكرة دكتور. أنتقل إلى الدكتور حامد الصراف. مراقبون للشأن الفرنسي يرون أن تقدم اليمين المتطرف في فرنسا مرده تصويت الناخب الفرنسي ضد ماكرون كعقاب له بسبب سياساته، هل توافقون هذا الطرح؟ هو نسبيا صحيح، يعني هو ليس فقط لشخص ماكرون وإنما لممارساته ولإجراءاته. يعني هو استخدم المادة الاستثنائية في رفض الحقيقة أو فرض قانون تقليص أو تقليد سن التقاعد، يعني والقضايا المعاشية أيضا التي تميل إلى الطبقة البيروقراطية الأرستقراطية في فرنسا على حساب الطبقات الشعبية. ولذلك هذه نقطة مهمة جوهرية، يعني هو لم يعرض القرار، رغم أنه التصويت الشعبي كان بالملايين لكنه لم يعرضه على البرلمان، على يعني مجلس النواب الفرنسي أو البرلمان الفرنسي. لذلك يعني استغلال هذا الاستثناء الرئاسي قلل من شعبيته إلى حد بعيد. ثانيا الممارسات الأخرى، الحقيقة أنا أشرت إلى كثير من القضايا في المداخلة الأولى، وأنا أؤكد على أنه شخص السيد ماكرون لم يعد الآن مقنع حتى على الصعيد الأوروبي، بدليل أنه الآن هو يعني ما طرح في قضايا إرسال جنود إلى أوكرانيا وأسلحة والدخول في حرب باسم أو خارج حلف الناتو مع روسيا. طبعا صراع أيضا، رغم أنه زار الصين لكنه هو هناك خشية كبيرة الآن في السوق الأوروبية عموما، وليس فقط السوق الأوروبية الفرنسية وإنما من المنافسة الصينية. هذه أيضا قللت فرص يعني تطوير أو تجاوز الأزمة الاقتصادية اللي تعيشها ليس فقط فرنسا، تعيشها أوروبا كلها الآن في حالات التضخم والبطالة وانخفاض المستوى المعاشي بدرجة واضحة جدا. لذلك هذه الأمور الشعبية الحقيقة اللي استغلها اليمين المتطرف مثل ما تفضل الدكتور علي يحيى، بأنه بالفعل هذا يعني فرصة أمام المعارضين بصورة عامة، إذا كانوا يسار وإذا كانوا يمين. ولذلك إحنا نشوف الآن اليسار واليمين هم الذين فازوا بالمرتبة الأولى والثانية، لكنه يعني أتباع أو تحالف ماكرون هو في المرتبة الثالثة. هذا دليل على أنه الرجل حقيقة يعني دخل في منزلق خطير من كل النواحي، إذا كان سياسة تتعلق بالناتو، تتعلق بالاتحاد الأوروبي، تتعلق بالوضع الاقتصادي الداخلي، حتى تتعلق الآن بشكل العلاقة بينه وبين عامة الشعب. يعني هناك أيضا تقولات كثيرة، يعني حتى في أمور الشخصية دخلت القضية عبر الصحافة والإعلام. لذلك أنا يعني شعرنا منذ البداية أنه الرجل ذهب إلى يعني نهايته المحتومة من الناحية السياسية، أن يشطب على وضعه ليس له مستقبل آخر غير أنه يسلم. يعني رغم أنه هو يفكر الآن أيضا يقفز على الدستور بأن يجري انتخابات بعد سنة من الآن، وهذا طبعا لا يمكن، غير ممكن أن تحدث، لأنه موازين القوة في الداخل الفرنسي الآن تغيرت كما تتغير الآن حتى في أوروبا. طيب. أوروبا الآن الوضع مختلف عن نعم. ما طيب. يعني كان أنتقل. قبل عامين. نعم. أنتقل بهذه الفكرة إلى دكتور فرانسوا دوروش. ماذا بعد تصدر اليمين المتطرف نتائج هذه الانتخابات؟ كيف ستكون الأمور السياسية في فرنسا؟ وهل سنشهد تصعيدا شعبيا في فرنسا؟
كما قلت لكم هنا في فرنسا عندنا دستور قوي قوي جدا، ويحمي كل مواطن فرنسي حتى من أصل أجنبي، كل مواطن فرنسي على الأرض الفرنسية. وقاعدتنا الحرية والأخوة والعدالة هي يعني هذه أمر لا نقاش فيه. وسيكون هناك طبعا القوانين التي ستخرج الآن ننتظرها، وإلا سنذهب أمام المجلس التشريعي وأمام المحاكم لإلغائها، كما لغينا هذا القانون التطرف الذي فعله السيد دارمانا. وأنا ألاحظ كل هؤلاء الناس الذين أتوا بهذا اليمين المتطرف هم من أصل، من الأغلبية من أصل جزائري. السيد زيمور هو جزائري، السيد دارمانا هو جزائري، السيد بارديلا هو نصف جزائري. يعني أنا نستطيع أن أقول الآن أن هؤلاء الناس الذين لو نحن طبقنا على جدهم أو أبيهم الذي نريد أن نطبقه على هؤلاء الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا، لما أصبح هذا وزيرا للداخلية ولا أصبح الثاني رئيسا لحزب سياسي في فرنسا. وهذا الأمر طبعا مؤسف جدا. وعلينا كذلك أن نقول أن السيد ماكرون كان نوع من المقامرة، كان يريد أن يفعل ما فعله السيد ميتيرون مع عندما حل الجمعية الوطنية. ويجب أن نعرف، ولكن هذه سأقولك بشكل سري بيني وبينكم، أن السيد ماكرون خدع السيد هولاند عندما رشح لرئاسة الجمهورية، وكذلك الفرنسيون يعتبرون أنه خدعهم، قال لهم أشياء ولم يحترمها. وماذا فعل؟ أصبحت الدولة الفرنسية مفلسة، صرف 1000 مليار دولار أورو عفوا، يعني بعد أن 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 والسيد كذلك ساركوزي قبله يعني صرف طبعا 700 مليار أورو. طبعا الآن ونقول لهؤلاء الناس هناك الهجرة، هناك الهجرة أولا هي المسؤولة عن هذا، وهذه ونحن بقدومنا سنعطي للفرنسيين هؤلاء كل ما يأخذه الأجانب. ولكن الذين لا يعرفون أن هناك في مشافي فرنسا هم أطباء أجانب، لو ذهبوا، لو قررنا غدا إغلاق هؤلاء قدوم هؤلاء الأجانب، لأصبحت فرنسا بدون أطباء، لأصبحت فرنسا بدون كوادر. تقريبا 80% من مهندسين الكمبيوتر في فرنسا هم من الجزائر أو من المغرب العربي. الأطباء منهم يأتون من كل دول العالم، وخصوصا من الجزائر والمغرب وتونس. وعلى فرنسا أن تعامل هؤلاء الأجانب وكذلك الفرنسيين من أصل أجنبي. الفرنسي من أصل أجنبي هو فرنسي قبل أي شيء. لا نستطيع أن نقوله سنأخذ منك جنسيتك الفرنسية، هذا الدستور لا يسمح فيها. وهناك طبعا نوع من التعصب أصبح الآن نوع من العنصرية، ولكن علينا هذه العنصرية طبعا هي لا أستطيع أن أقول طبيعية، لأن هذه عندما نرى حتى ضيفكم من لبنان نرى العنصرية من اللبنانيين إلى السوريين الذين موجودين في لبنان، هناك عنصرية في تركيا، هناك عنصرية في دول الخليج، هناك عنصرية في كل في دول أفريقية. يعني نستطيع أن نقول العنصرية شيء يعني طيب. إذا كانت هم يعني همجاء يعني تكون نعم. خطرة، ولكن إذا كان هناك عندنا عدالة ومحاكم فلا 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 خوف نعم. على هؤلاء طيب. الفرنسيين من شكرا. أصل أجنبي. شكرا لك دكتور فرانسوا دروش، رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود الدولية، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. كما أشكر الدكتور علي يحيى، صحفي ومستشار في العلاقات الدولية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكما. ابقى معي الدكتور حامد الصراف، فاصل قصير ثم نعود للنقاش.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا. يلتحق بنا في هذا النقاش الدكتور طارق زياد وهبي، باحث في العلاقات الدولية وخبير في الشأن الفرنسي من باريس. أهلا وسهلا بك دكتور طارق. أهلا بك وشكرا للاستضافة يا سيدي. وأرحب من جديد بالدكتور حامد الصراف، أكاديمي ومحلل سياسي من أمستردام. واصل أو أبدأ معك هذا الجزء من النقاش دكتور طارق زياد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لمواجهة اليمين المتطرف بعد تصدره نتائج الدورة الأولى. هل سيتمكن ماكرون من إعادة كفة الميزان لصالحه؟ يعني هذا سؤال كبير. أنا أعتقد أن هناك داخل أروقة الأحزاب السياسية في فرنسا، إن كان الأحزاب التي تدعي أنها وسطية والأحزاب التي تدعي أنها يسارية، لأن مفهوم اليسار والوسط واليمين الآن ضعضع كليا في حقبة الرئيس ماكرون، هي الآن تحاول أن تقول أن هناك آلية للحد من وصول حزب التجمع الوطني، الحزب اليميني المتطرف وفق القوانين الفرنسية والمحاكم الفرنسية، إلى سدة الحكم. نعم، أنا باعتقادي ولو أن الرئيس ماكرون قامر وغامر وكان الجواب أنه هناك صفعة سياسية كبرى بحصيلة هذه الانتخابات في الدورة الأولى، هو يحاول مع عدد كبير من السياسيين، منهم رئيس الحكومة التال، منهم السيد رئيس أوريزون، رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، وعدد من الآخرين، التفاهم على آلية ما يسمى كيف نجيب على الانتخابات في 7 يونيو القادم جويه، وبالتحديد ما يسمى الثلاثيات، بمعنى أن هناك 305 مقاعد يتنافس عليها 3 مرشحين، وكيف سيترك المرشح الرقم 3 إلى المرشح الأول إذا كان هذا المرشح من ما نسمينه الأحزاب الجمهورية، بمعنى أحزاب الوسط واليسارية أو حتى حزب الجمهوريين، لأننا سمعنا أيضا أن هناك تنازل لأي حزب ليس له علاقة أو اتصال مع حزب التجمع الوطني الفرنسي الذي هو حزبا متطرفا في فرنسا. طيب دكتور حامد الصراف، نبقى في هذا السياق. رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال حث الناخبين على عدم إعطاء اليمين المتطرف ولو صوتا واحدا في الجولة الثانية من الانتخابات العامة، بعد التقدم الذي أحرزه حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى. هل ستجد دعوة رئيس الوزراء الفرنسي صداها، وهل من الممكن أن تتغير مجريات التصويت في الجولة الثانية؟ أنا أستبعد الحقيقة بعد ترحيبي بالضيف الكريم، أيضا تحياتي للجمهور المشاهدين الأعزاء مرة أخرى. الحقيقة أستبعد الوضع الآن لا يقتصر على فقط الجولة الثانية، هناك الآن توجه مجتمعي كامل الآن، ليس فقط في فرنسا، احنا قلنا تجربة إيطاليا سابقة، تجربة أيضا هولندا وتجارب كثيرة، وننتظر حتى في ألمانيا في الانتخابات القادمة، الانتخابات البرلمانية الأوروبية أيضا يعني فرزت تقريبا نفس النتائج. صعود اليمين الحقيقة مرتبط ليس فقط بالعوامل الداخلية والتحالفات، وهناك أيضا تغيير بالتحالفات، يعني أقصى اليمين وأقصى اليسار ممكن الحقيقة في بعض النقاط يلتقون بالضد من الوسط، وهذا طبعا يعني من ناحية أيديولوجية التفكير سليم، أنه هم يريدون الآن إزاحة هذه السلطة اللي أصبحت الآن تشكل يعني عائق أمام فرنسا لحل إشكالات، مشاكل كبيرة داخلية اقتصادية اجتماعية ثقافية، قضايا بالهجرة، وأيضا يعني أوروبية، هناك أيضا عقد الآن موجودة في الاتحاد الأوروبي، يعني اليمين يهدد حتى بالخروج من الناتو. طبعا أيضا ننتظر خصوصا هذا يعني الأمر محسوب بشكل جيد الآن، وتترتب عليه كثير من القضايا في الاتحاد الأوروبي وفي فرنسا وبريطانيا، هو التغيير القادم في أمريكا، يعني بعد المناظرة بين ترامب وبايدن الحقيقة أيضا أفرزت كثير من الأمور. إذا وصل ترامب للحكم للبيت الأبيض الأمريكي في الانتخابات في نهاية العام الحالي، ماذا سيحدث
لذلك الرأي العام الفرنسي الأوروبي إذا كان يعني بالتأكيد البريطاني والألماني يحسب حساب كثير لهذه الاحتمالات. فالخطة الآن الموضوع أمامهم أمام هذا اليمين أنه يجب أن نتحرر من سطوة وهيمنة أمريكا، لأنه الحقيقة أمريكا جلبت الضرر الكبير على دول أوروبا، يعني ضحت بأوروبا من أجل أن ينتصر بايدن وينتصر المجمع العسكري الصناعي الأمريكي في إحداث بؤر حروب وتوترات. هذه قضية مهمة جوهرية، لأن الحرب الآن في أوكرانيا تقريبا يعني تجاوزت العامين، هناك حرب في غزة أيضا. يجب أن اليمين المتطرف الآن يحسب حساب لكل المتغيرات في الشرق الأوسط، باعتبار الشرق الأوسط أيضا سوق مهمة لهذه البلدان. أيضا العلاقة مثل ما ذكرت أنا مع روسيا مع الصين، هذه قضايا هي صحيح بها طابع وطني في انتخابات محلية، لكن بالنتيجة لها امتدادات ولها تفاعلات مع ما يحدث في دول أخرى وخصوصا في الأقطاب. وهناك أيضا نقطة مهمة جوهرية الحقيقة أشير إليها، هي قضية يعني سقوط ما مبدأ القطب الأوحد الذي كانت تهيمن عليه أمريكا. هناك أقطاب جديدة ظهرت الآن على الصعيد الدولي، يعني أنا ذكرت أيضا زيارة ماكرون لبكين، كان لها تداعيات مهمة جدا، لكنه الحقيقة هناك تفاعلات لما سيحدث في العالم وفي أوروبا. أوروبا ستتغير، شاء ماكرون أم أبا، تتغير بشكل واضح. نعم. لذلك يعني السلطات الداخلية الأحزاب الأوروبية سوف تحسب حساب بدقة لكل تداعيات الوضع مستقبلا في أوروبا وفي العالم. نعم. في ظل كل هذه المعطيات دكتور طارق زياد وهبي، ماكرو يأمل في أن تتمكن القوى اليسارية ومعسكر الوسط من منع اليمينيين من تحقيق فوز ساحق في جولة الإعادة، هل ستتحقق أمال ماكرون وكيف ستكون؟ كل هذا يعتمد على نسبة التفاعل مع أحزاب اليسار في فرنسا. إذا استطاعوا حقيقة أن يصلوا إلى اتفاق واضح وليس فقط ديكلاراسيون، يعني عبارة عن تصريحات أمام التلفزة، يستطيعوا أن يصلوا إلى إيقاف اليمين المطرف. ولكن كما قلت لك الموضوع جد صعب، لأنه حتى لو قالوا والشعب أراد غير موضوع، فإذا الشعب سيعطي للسيد بارديلا الثقة لكي يكون رئيسا للحكومة ويعطيهم الأغلبية المطلقة، أي 289 مقعدا في هذا الموضوع. ولكن الجدير بالذكر الآن هو أنه يعني صحيح ما قاله ضيفك أن هناك تجدد بالحياة السياسية وصعود لليمين المتطرف في كل أنحاء أوروبا. الموضوع هو أنك تتكلم عن فرنسا وتتكلم عن دولة عضو في مجلس الأمن، تتكلم عن دولة قاطرة بالاتحاد الأوروبي وليس دولة كإيطاليا. يعني إيطاليا ليست سهلة، ولكن بنفس الوقت السيدة ميلوني وحتى السيد أوربان في المجر، الآن السيد بارديلا الذي هو رئيس حزب التجمع الوطني يأخذ مواقف يعني متقاربة من هؤلاء لكي يقول للفرنسيين مش مشكلة، شو هالمصيبة، نحن قادمون وسنحكم البلاد بطريقة ما. للأسف الشديد أن الرئيس ماكرون الذي قال منذ العام 2017 أنا سأوقف تمدد اليمين المتطرف، ونحن الآن أمام صعود اليمين المتطرف إلى أقصى حد له في حياته السياسية. طيب دكتور الصراف، ما هي سيناريوهات التحالفات في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية؟ يعني الانقسام المجتمعي اللي حدث في فرنسا صعب الآن أن يتلافى يعني الوسط، يعني التعارف الجمهوري. أنا أعتقد الوضع هذا الفوز سوف ينعش آمال اليمين المتطرف أكثر مع التصدي من قبل اليسار. يعني احنا شفنا اليوم التظاهرات الكبيرة الحاشدة اللي خرجت، وأعتقد تتمدد وتتوسع في الفترة القادمة، لكن هذا لا يعني أنه سوف يتم النجاح في الحد من هذا النفوذ. نفوذ اليمين أنا لست طبعا من المؤيدين لهذا التطرف بالتأكيد، لكنه هذا واقع حال أصبح الآن. أنا توقعت حتى في هولندا في الانتخابات السابقة أنه اليمين في هولندا أيضا سيصعد، يعني مارك روتا اللي هو يمين الوسط الحقيقة أيضا فشل ولم يحقق
شيء أن يستطيع تشكيل حتى حكومة ائتلافية. لذلك لجأ إلى حلف الناتو وأصبح الآن رئيس حلف الناتو للدورة القادمة. على كل حال اليمين الآن أعتقد له مبررات التوسع والبقاء خلال هذه المرحلة للتجربة أولا لإمكانية الحقيقة تلافي أو الحد من الأزمات الداخلية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الهجرة غيرها. طبعا أيضا في ألمانيا في هولندا في إيطاليا نفس الشيء الآن يعني يعيشون تقريبا ظروف متشابهة إلى حد بعيد، وهي قضايا الاختلاط، قضايا التكامل، قضايا ما يسمى إحنا يعني التعايش السلمي حتى بين يعني الفرنسيين من أصول أخرى أفريقية وآسيوية وغيرها. هذه القضية الحقيقة قضية معقدة. أنا أعتقد اليمين راهن عليها كثيرا من أجل أولا الحد من الهجرة، اثنين الحفاظ على مستوى يعني المستوى الثقافي الخاص بالفرنسيين، زائد إمكانية حل الأزمات الاقتصادية اللي مرت بها فرنسا خلال السنوات الأخيرة. طيب الدكتور زياد وهبي، ما هي السيناريوهات التي ربما قد يلعبها حزب الجبهة الشعبية الجديدة المشكل حديثا للتغلب على التحالف الرئاسي بقيادة ماكرون؟ السيناريو الأكثر واقعية هو أن يتجه نحو حزب الجمهوريين الذي هو حزب اليمين الوسط، والذي يعني انقسم هذا الحزب إلى 3 أحزاب. جزء منه ذهب مع الحزب التجمع الوطني وهو السيد السيوتي، جزء بقي بمفهوم أنه هو تيار تاريخي وهو مع السيد فوكيه، وجزء ثالث هو مع السيد ماكرون ويرأسه تقريبا أحد الأعضاء في الذين نجح في الدورة الحالية وهو السيد فيليب جوفان والذي هو من دائرة لاجارين كولوم. المهم في الموضوع أنهم إذا استطاع مثلا السيد مارديلا أن يستحصل على 270 أو 280 صوتا مقعدا، هذا لا يعطيه الأغلبية المطلقة، فقد يستطيع أن يستنجد بهذا الحزب. يجب أن نذكر أنه أعطت التقديرات أن لهذا الحزب قد يصل إلى 30 إلى 45 مقعدا في البرلمان المقبل. هذا ليس بالسهل، وهذا قد يعطي لليمين المتطرف أن يحاول أن يعني يستنجد بهذا الحزب. غير ذلك لا يمكن، لأنه حتى السيد بارديلا قالها علن، إن لم أستطع أن أصل إلى ما نسمينه الأغلبية المطلقة لن أكون رئيسا للحكومة اللاحقة في فرنسا. الحزب التجمع الوطني يدرس جيدا أنه لا يريد أن يكون في فخ، بمعنى إما يحكم لمدة 3 سنوات ويقول للناخب الفرنسي انظروا ماذا فعل، وإما إن لم يكن له هذه الأغلبية المطلقة يقول أنا تركت الرئيس ماكرون يحكم ل3 سنوات وأنا سأقدم في الانتخابات القادمة للرئاسة مع شخصية كالسيدة مارين لوبين للمرة الثالثة على التوالي للقول أنها ستكون هي المرشحة في هذه الانتخابات. طيب دكتور حامد، أي ورقة سيلعبها اليمين المتطرف لمواصلة إقناع الناخبين الفرنسيين للتصويت لصالحهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية؟ أكيد ورقة الفوز بالجولة الأولى هذه له تعتبر سند قوي مبرر، لأنه فعلا يسير بنفس الخطى وبنفس الإعلام. هناك إعلام متصاعد الآن يتمتع بشعبية أكثر من السابق، أيضا ينهج نهج ما يسمى إلى حد ما التهدئة والسير بخطى أيضا ما يسمى ديمقراطية خاصة بفرنسا. هذه قضية أيضا مهمة، الحفاظ على روح الانتماء الفرنسي القومي. هذه يعني أصبحت الآن مشاعة أمام كل الدول الأوروبية، هي قضية التعصب القومي، لأنه القضية الأممية تراجعت كثيرا، القضية الأوروبية تراجعت أيضا أكثر بعد الأزمات اللي شفناها. هناك قضايا الحقيقة أصبحت شعبوية أكثر، أصبحت الآن تمس حياة المواطنين. فلذلك الاعتداد بالانتماء القومي الفرنسي الآن أنا أعتقد ستكون ورقة رابحة بيد اليمين المتطرف، لأنه الإيطاليين جربوها
المجريين جربوها والهولنديين والألمان سيجربونها أيضا. ناهيك عن أنه العالم يعيش هذه فكرة، فكرة الانتماء الوطني، يعني تغليب الجانب الوطني والقومي على الجوانب الأخرى. نعم دكتور زياد، كيف تتوقعون الحملة الانتخابية خلال هذا الأسبوع، وما هي أبرز الملفات ربما التي ستركز عليها الأحزاب لتحصيل أكبر عدد من الأصوات في الدور الثاني؟ ستكون يعني هذا الأسبوع سيكون حاميا جدا، لأن هذا الأسبوع نتائجه ستقرر مصير فرنسا لثلاث سنوات القادمة. للأسف الشديد لا أحد يسأل عن البرامج، ولو أنه رئيس الحكومة السيد أتال البارحة أوقف موضوع له علاقة بالتقديمات المالية للذين هم بالبطالة، ظنا منه أنه سيستفيد من ذلك لدى الناخبين الذين هم كانوا ضد هذا المشروع، وبالتحديد ناخبي اليسار. أنا أعتقد أيضا أن هناك يعني طرح جديد له علاقة بما بعد 7 تموز جويه، لأنه علينا أن لا ننسى أن فرنسا لديها استحقاقات كبيرة، هناك الألعاب الأولمبية التي ستقدم في 24 من جويه، وأيضا يعني هناك تحضير للموازنة، لأن الموازنة سيصادق عليها في أكتوبر القادم. يعني هناك استحقاقات كبيرة، والكل يجب عليه أن يكون مسؤولا في هذا الموضوع. الأهم بالقضية هو أنه نهار الثلاثاء غدا عند الساعة 6 مساء تقفل باب الترشح، يقفل باب الترشح، ولهذه اللحظة يجب أن يكون هناك اتفاق، أمل أن يكون مكتوب ولكن لا أعتقد أنه سيكتب، ولكن هو اتفاق شفهي ما بين أحزاب الوسط وأحزاب اليسار بما نسمينه التضامن، لفقط التصويت ضد ما يسمى حزب التجمع الوطني وحلفائه لكي لا يصلوا إلى الحكم في فرنسا. طيب دكتور حامد الصراف، في عجالة، كيف ترون المشهد السياسي في باريس بعد هذه الانتخابات؟ أنا للأسف أقول يعني هناك مخاطر كبيرة، لأن هناك حدث انقسام مجتمعي كبير خطير جدا. يعني هم أشاروا أيضا العدد كبير من المحللين والسياسيين، وحتى أيضا ماكرون يعني حذر من أنه هناك احتمالات لحرب أهلية، طبعا مبالغ بها للتهديد باعتبار أنه اليمين المتطرف إذا صعد فممكن أن تحدث حافة الخطورة مثل ما يقال في انقسام المجتمع الفرنسي. الانقسام هذا الحقيقة أنا كنت متوقع كثيرا، لأنه هذه أنا ولست من الشامتين بالموضوع، هذه نتيجة طبيعية عزيزي لفترات لعشرات السنين من الاستعمار الفرنسي الثقافي الغاشم بجانب عنصري. فأنا أعتقد فرنسا تدفع ثمن كبير الآن، لأولا عن جهيتها وغطرستها في التعامل مع قضايا الشعوب التواقل الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية، ما زالت تتعامل حتى مع أفريقيا ومع الجزائر، عليها أن تعتذر، عليها أن تأتي طبقة سياسية واعية في فرنسا أن تعتذر لسجلها الأسود في استعمار أفريقيا وبلدان عديدة في العالم. طيب كسؤال في النهاية، كسؤال نختم به هذا النقاش مع الدكتور طارق زياد، هل يمكن الجزم بأن ماكرون خسر الرهان، وهل سيعتلي اليمين المتطرف السلطة؟ نعم، خسر الرهان لأنه أراد أن يحقق نوع من يعني نجاة بهذا حل البرلمان. نعم هو خسر النهار، يعني 22% لحزبه وللأحزاب السياسية لا يعني أن هذا نصر، ولكن بنفس الوقت هو يعني يطرح أمام الشعب الفرنسي آلية جديدة للحكم لها علاقة بما نسميه الائتلاف الحزبي، وهذا الائتلاف الحزبي قد يكون مثل ألمانيا، يعني ألمانيا تحكم بائتلاف حزبي ليس من حزبا واحدا ولكن من عدة أحزاب، وعليهم أن يعتمدوا كيف سيتعاملوا مع بعضهم البعض، وأن يعني يسيروا لكي يقوموا بفرنسا، هذه القوة العظمى التي هي 7 دولة في العالم، ليست دولة يعني سهلة. وأنا باعتقادي يجب على الناخب الفرنسي أن يعي جيدا أن كل ما يقوم به يعني يراه العالم، وعندما أنت يراك العالم عليك أن تكون على مستوى مسؤوليتك أمام بلادك. طيب دكتور الصراف، في عجالة، هل يمكن أن يعتلي اليمين المتطرف السلطة في فرنسا؟ ممكن
نعم. لماذا؟ لأنه ما دام هناك فوز، يعني هذه الديمقراطية كما تحسب بالأرقام وبالإحصائيات وبالنتائج. يعني ماكرون أنا أعتقد لن يستطيع، يعني مثل ما يقول حجب يعني أشعة الشمس بالغربال. أنا أعتقد العملية الآن إذا حدث هذا التحالف المتوقع أو التنسيق بين الوسط واليسار، ممكن أن يكون هناك تغير مؤقت، لكن بالنتيجة على المدى المتوسط والبعيد أنا أعتقد اليمين دق أسفين في المجتمع الفرنسي لصالحه وليس لصالح اليسار للأسف الشديد، أو الوسط يعني إلى لصالح ماكرون. الوضع متغير، وأنا أعتقد سوف يزداد عمقا في التغيير إلى نهاية الثلاث سنوات القادمة. طيب، شكرا لك الدكتور حامد السراف، أكاديمي ومحلل سياسي، كنت معنا من أمستردام. كما أشكر الدكتور طارق زياد وهبي، باحث في العلاقات الدولية وخبير في الشأن الفرنسي، كنت معنا من باريس. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الفترة الإخبارية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا. شكرا لكم وإلى اللقاء.